فكرت ان انا اعمل عربيه كنافه وبطاطا، بحثت يعني عن طريق احد اصدقائي يعني كان عامل نفس المشروع وكده، فانا طورت منه بقى. وبعد ما دورت على التروسيكل وكده وجبت جريل ونفذته بطريقه معينه برضو، ان هو مثلا يساعدني على تسويه الحاجه او كده. وجهزت التروسيكل وجبت خامات وكده وابتديت انفذ واحده واحده يعني، دينا الحمد لله مشيت. واحنا دلوقتي يعني الحمد لله لنا فرع هنا، فرع في المكان هنا وفرع برضو في البلد جنبنا كده. انا ببدا يوم الصبح بصحى اروح الوظيفه بتاعتي، بعد ما اجي من الوظيفه اقعد مع اولادي وكده واتغدى، وبعدين اجهز بقى يعني للمشروع اللي انا نفذته وكده. واجي اقف على العربيه لغايه الساعه مثلا واحدة بالليل، هاجي افتح العربيه اشوف الخامات اللي ناقصه، بكمل خامات العربيه يعني مثلا الخامات بقى اللي ناقصه النوتيلا الكنافه، ببقى يعني موجوده من بالليل من قبلها بيوم حسب ما انا هشتغل قد ايه الكميه بقى اللي انا هشتغلها قبلها بيوم وكده. واجي اقف على العربيه اجهز وانا والرزق بقى. احنا بنعمل عباره عن كنافه وبطاطا. كنافه بنعملها اللي هي النابلسي، اصلا النابلسي دي حاجه اكله فلسطينيه وكده، فالمهم احنا خدناها برضو بس احنا يعني طورنا فيها شويه عنهم. وبنعمل خامات وبنعمل بطاطا بقى. البطاطا برضو يعني حاجه كويسه جدا. باجي على العربيه الساعه 5 بجهز المون او الخامات، بجيب الكنافه وبجيب الفواكه الموجوده وبجيب الكريم، بكون عامل الكريمه والمكسرات، اي حاجه ناقصه على العربيه يعني بحاول اجهزها. يعني اي حاجه الزبون يطلبها وكده تبقى موجوده. وبنعمل بطاطا بقى، البطاطا ميكس مكسرات، ميكس بوريو، ميكس فواكه، كذا نوع، ميكس نوتيلا، كذا نوع بطاطا. يعني انا بعمل كنافه نابلسي بطريقه ان انا بجيب الفورمه وهو ادهن الفورمه طبقه سمنه وبعدين اديها طبقه كنافه وبعدين ادي الحشو اللي حسب الطلب بقى، اذا كان نابلسي اذا كان مكسرات اذا كان مانجا اذا كان كريمه حسب الطلب يعني. وبعدين بغطي الحشو بنفس طبقه الكنافه وبعدين بديها برضو الفرن، بحطها على النار وهي بتاخد يعني على النار على الجريل كده من 4 لـ5 دقايق. بنسوي البطاطا وبعد ما نسويها بتخرج على العربيه حسب بقى برضو طلب الزبون. في بطاطا اللي هي بطاطا نوتيلا، البطاطا النوتيلا دي عباره عن طبقه نوتيلا والبطاطا وكمان طبقه نوتيلا فوق البطاطا كده. والبطاطا اللي ميكس بوريو، عندنا البوريو والنوتيلا برضو، طبقه النوتيلا وبعدين البطاطا وبعدين ميكس بقى اذا كان موز اذا كان بوريو اذا كان مكسرات. انا خلصت دراستي عالي وفكرت ان انا اي شاب ممكن يعمل مشروع صغير عادي، مشروع صغير عادي، ومع الوقت المشروع بيكبر مع الابتعاد والعمل يعني. اول لما جيت اعمل المشروع في ناس كتير قالت لي ازاي ان انت تقف على عربيه كنافه وعربيه في الشارع، كنافه وبطاطا في الشارع وكده، فانا اصريت يعني وعملت المشروع. وبعد كده الناس دي يعني اللي قال لي لا او كده، او كان يعني بيعترض ان انا مثلا اقف في الشارع وكده، لا المشروع ان هو الحمد لله كويس. بالنسبه ان الواحد يعني يقف على عربيه في الشارع او كده، المجتمع او الناس بتبص له ان هو مثلا واقف في الشارع بعربيه او عربيه كده، فالوقفه اصلا العمل الشغل اصلا مش عيب، اهم حاجه الواحد يكفي نفسه ويكفي بيته ويدور على مصدر الدخل. بقول نصيحة لكل الشباب ان بعد ما يخلص دراسة يدور على اي مصدر دخل او اي مشروع
ان هو يكبر منه، واي مشروع بيبدا صغير ومع الوقت بيكبر.